تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي جماهير النادي الاهلي في كل مكان. النهارده في مباراه النادي الاهلي وسيراميكا تم الغاء هدف للاعب النادي الاهلي محمد شريف. هذا الهدف انا بقول طبقا للتحليل التحكيم والقانون هدف صحيح بنسبه 100%. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان الكره لم تصطدم بيد قفشه ولكن هي تصطدم بالصدر ثم تقوم بعمل هجمه، والهدف هنا هدف صحيح تم الغائه عن طريق الفار. الفار المفترض انه لم يتدخل الا في الحالات الظاهره الواضحه اللي ليها لقطه تحكيميه واضحه، ولكن هذه اللقطه اللي شافها بياكد ان هي تصطدم الكره بالصدر وليس باليد. هدف صحيح تم الغائه عن طريق الفار. اعتقد التفاصيل ان شاء الله هتكون باذن الله موجوده في التحليل التحكيمي في قناه النادي الاهلي بعد المباراه.